أقام مركز سوث 24 للأخبار والدراسات مساء أمس ندوة سياسية ناقشت رؤية الجنوبيين لعمليات السلام الجارية وكذا مخرجات الحوار ومشاورات الرياض ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي فيها، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والأكاديميين بالعاصمة عدن. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت عنوان رؤية الجنوبيين للسلام، أقام مركز ساوث 24 للأخبار والدراسات ندوة سياسية بمشاركة بعض الأطراف الجنوبية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين والنشطاء الجنوبيين. المجلس الانتقالي الجنوبي في الواقع اليوم يبرحن من جديد على التعاطي والاندماج مع المشروع العربي في المنطقة، وعلى أيضا أهمية السير جنب إلى جنب مع دول التحالف العربي في تأمين المصالح المختلفة أهمها معاهدة الأمن والسلام الدولي في المنطقة التي ينبغي الحفاظ عليها. الندوة السياسية التي أدارها الإعلامي حمدي اليافعي تضمنت محاورها حول مفهوم عملية السلام والآليات والمبادئ المقبولة في الجنوب للمشاركة في العملية السياسية، وكذا الحلول النهائية التي ينتظرها شعب الجنوب من عملية السلام. وجاءت هذه الندوة في ظل المتغيرات الكبيرة على الأرض والتي تمثلت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والذي يشارك فيه المجلس الانتقالي الجنوبي، ووضع قضية الجنوب في إطار خاص في المفاوضات الشاملة برعاية الأمم المتحدة. دعوة ورحت يعني كريمة من سوات 24 للحديث عن عملية السلام أو بالأصح رؤية السلام لدى الجنوبيين. وطبعا تكلمنا عن السلام، في السلام ما لهش مفهوم محدد، وإنما من وجهة نظري أنه السلام يبدأ بالعدالة، فإذا هناك عدالة ممكن تحقق التعايش السلمي وبذلك ممكن يحل السلام. تأتي هذه الندوة ضمن سعي مركز ساوث 24 عبر مكتبه الفرعي هنا في عدن إلى بلورة رؤية مشتركة للجنوبيين حول السلام. طبعا تأتي هذه الندوة في ظل متغيرات وأحداث متسارعة، منها ما حدث مؤخرا من الإعلان الرئاسي. المشاركون في الندوة أكدوا أن الدور الجنوبي في صناعة السلام يجب أن تطلع به كافة قوى الجنوب، وأن المجلس الانتقالي الجنوبي يعد الأقوى والأكثر حضورا اليوم على الأرض، ويعد الطرف المتفق عليه من قبل الشعب لتمثيل الجنوب في أي عملية تفاوضية، لافتين إلى أن مشاركة الانتقال في مشاورات الرياض كانت ديناميكية سياسية من قبل المجلس لتعزيز حضوره سياسيا وليس تعاطيا مع أي أجندات. نحاول أن نناقش أو نقرأ فيما حدث في إعلان تأسيس المجلس الرئاسي الجديد، وهو بمثابة زلزال سياسي، وبالتالي لابد من قراءة هذا الحدث ومعالاته، وكيف يمكن أن يكون خطوة أولى أو نوع من القراءة أحد المقومات لصناعة عملية السلام. الندوة تطرقت أيضا إلى مشاورات الرياض الأخيرة وما رافقها من متغيرات، منوهين إلى أن عمليات السلام ستبقى مرهونة بوقف نهب ثروات الجنوب ومشاريع النفوذ التي مورست منذ ما بعد حرب الاجتياح في العام 1994، وأن إقامة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة هو الحل النهائي الذي يتطلع له شعب الجنوب.